اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو هواش تبع المحموديه معاكم قناه المهاش. اليوم 28/3/2024 وتعالوا نشوف النتيات الزجري التربيه واللي تحت العشر مع الحاج احمد الزنت والحاج صبحي بتاع القصر المصري. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا حاج احمد، كل سنه طيب يا غالي، الله يقويك ويعينك ويصلح حالك. معاكم واحدة كبيرة تحت العشر واثنين غلطة كده صلاة النبي دي بعديها. ربنا يبارك اللي ختم بعد بيها يا حاج احمد. 28 ألف يا جماعة انباعت، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي اشترى يا رب، اللهم امين. طب اللي فرحها ده عاملها يا حاج احمد الأخرى؟ هي ب 30500 30500 من بعدي ولا يا جماعة؟ 33 ونص اللي تحت العشر ودي قدامها شوية لسه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. شباب كويسين، الله يبارك يبارك لك يا حاج احمد، مالكم من المال حلو، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. ايه يا حاج؟ اي والله، الله يبارك لك يا حاج احمد. ادينا الرقم حاج احمد. 012 11 74 54 70. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواجهه اليوم بالله عليك تعمل مواجهه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. عم صبحي برضه يا جماعه اهوت، الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم الله يبارك لك. عم صبحي رقم عم صبحي 010-23-45-690. الله اكبر، الله اكبر عليك يا مصر. اللهم صل، الله يبارك لك عم صبحي. الرقم مره اخرى 010-23-45-690. الله يبارك لك عم صبحي. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم وانت طيب عم صبحي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لكم حاج احمد ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. صباحك ابد عم صبحي. الله حلوه دي، والله حلوه دي، بسم الله ما شاء الله. عامله كام والله يا حاج؟ انباعت ولا لسه؟ 2700. تم البيع والشراء بكام يا حاج؟ الفلوس هاي كام يا الله وكيل؟ قول الحقيقه. 28 ونص. بكام خدتها يا صاحبي؟ 28 ونص. انت عايز تهبط العم، انت هبطت اهو، انت ركبت الفلاح لك. لا 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 لا، انت كده 28 ونص. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. حلوه اهي صلاه النبي طبعا. وابنك ولا اخوك؟ ابنك عايز يهبط العمل عشان يعرف يشتري من الفلاح. اي حبيبي، الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. العالم تتقي الله يا جماعه، المصداقيه اهم حاجه، المصداقيه، لان في ناس بتبيع وبتشتري على نفس الكلام. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. 28 ألف ونص. الله يبارك لكم ويصلح حالكم، بسم الله ما شاء الله. شاب صلاه النبي عليها، الله اكبر، ربنا يبارك لكم ويصلح حالكم يا خال. الله يكون لنا، بسم الله ما شاء الله. الخليط السمنتال يا جماعه، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله عليه الصلاه والسلام. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. شاب صلاه النبي عليها يا جماعه، الله اكبر، الله اكبر. تاجر يا صاحبي؟ ايوه يا عم. عرفنا باسمك ومكانك. مصطفى رمضان بدر يا عم، ده دسوق كفر الشيخ. مصطفى رمضان بدر دسوق كفر الشيخ، الله يبارك لهم ويصلح حالهم. عمرك قد ايه درش كده؟ هي بتسال امسك كده يا ابو الحسن. بسم الله ما شاء الله، والله ما عجلتها. الله اكبر، حمام باقي والله ما عجلتها. هتشيشها من الله، بسم الله ما شاء الله. دي اكبر منها شويه درش. حلويات يا حاج، اللهم صل عليك. بسم الله ما شاء الله. كم وكم يا درشين؟ الله ديت دي بكام يا حموم؟ دي بكام؟ 32 يا 32. ودي بكام يا حمام؟ ودي ب 30800. 30800، بسم الله ما شاء الله. شبتين يا جماعه صلاه النبي عليهم هم، ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخذ المال. الله بسم الله ما شاء الله. اتفرج على 27 يا جماعه صلاه النبي عليهم. الله هو الفريز الاصلي، وين الفريز الاصلي؟ الله هو ب 27 و200 بس. دي بكام يا درش؟ هي بتبيع ب 30500. 30500 من اعلى صنف. بسم الله ما شاء الله.
اما الحاج بقول لك النص ايه؟ اسمه النص مش مصطفى اسمه النص ايوه الله اسمه النص النص مصطفى مش هتفرق حاجه الله اكبر بسم الله ما شاء الله الله اكبر شوف بقى يا مصطفى سيبوه ادينا درش الرقم 010 24 24 99 81 81 39 اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواجه اليوم بالله عليك تعملوا معاك دسوق كفر الشيخ الناس المحترمين الله يقويهم نعم يا صح بسوق يا دسوق يوم ايه يوم الاربعاء يوم الاربعاء بنروح التوفيقيه توفيقيه صباح كبي الله يصلح حال كل واحد بيصور وكل واحد بياكل عيش الله يصلح حال صوت التاني وما صوتناش حبيبي صورتك والله صوتنا يا غالي الله بالله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر تحت العشر يا صاحبي هي تحت العشر المعلم جنة عطله من سنديول المعلم جنة عطله ملك سنديول ملك العجول الفريزي ملك الفريزي والقشطاين العشر والقشطاين الله اكبر والسيمتان عامله كام دي يا صاحبي والسيمتان والسيمنتان والبراون والبراون الله يبارك دي عامله 39.5 39 وعاملين خصم كمان 5% الله اكبر تبقى بكام بقى خير ايه شوف 5 بنعمله بقى كام الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي اللي بتطلعنا النهارده حبيبي والثانيه دي معاك ولا دي بس طلعنا اللي هتسيبني باذن الله اي والله اخرها كام الله وكيل بيجي بين على القناه 2 طب اخرها كام بس لو دي اي 38700 حاجه اديها 38700 معاك رقم تليفون ناخده له حد اصحى تواصل معاه جو. كام الرقم 010 010 910 517 39 اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر البهايم اللي بتاكل يا جماعه صباح الفل يا غالي فرصان طيب عامله ايه يا مد العجمه دي وانت طيب غالي 36 قدامها ياما وتبقى تحت العش هي على وش شهرين ثلاثة شهرين ثلاثة تبقى تحت العوش 36 اخرين ايوه الله يبارك لك يا صاحبي سنديول كفر الشيخ الله يبارك لك معاك حاجة غيرها ثانية يا صاحبي والله بقيت هي اخر واحدة من ضمن الله يبارك لك طب معاك رقم تليفون ناخده له حد اصحي 010 61 71 351 351 الاسم طيب العمدة اللي ما فيش منه الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب اللهم امين صباحك ابيض يا عمدة هو ده الفانتو الله اكبر الله اكبر الله اكبر صباح الفل يا غالي بكام وكام يا سيدي؟ بتاع المزارع الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي نتيتين يا جماعه صلاه النبي عليهم ايوه ما شاء الله ايوه خلي الشكل النبات اختار الله اكبر الله اكبر شوف عامل ازاي الله اكبر كام وكام يا صاحبي والله وكيل يلا زي ما تحسبه كام بمرض الله يا عم يلا هنضحي النهارده نقوله ب 70 الاثنين بكام 70 ولا ب 80000 يا بيه طب كام بمرض الله انا بنقول لك بكام بكام بمرض الله 72.5 الاثنين الاثنين ب 72.5 بسم الله ما شاء الله الله اكبر معاك حاجه غيرهم تاني يا صاحبي معايا حماده اهو الله يبارك لك احلى حماد معاك رقم تليفون ناخده له حد اصحى تواصل معاه 010 9 38 54 54 109 109 الاسم بتاع المزارع طيب. الاسم بتاع المزارع اسمك ايه طيب اسم ابراهيم منين يا ابراهيم سنديو اي سنديو كفر الشيخ الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب اللهم امين 72.5 بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك في المال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخذ المال عود بقك على ذكر الله وقول لا اله الا الله ربنا يبعد عنك وعننا البلاء يا رب اللهم امين اشكر الله قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله